السلام عليكم من جديد مع فيديو جديد، ماشي جديد جديد ولكن الكمالة ديال الفيديوهات اللي ما درتش لهم باقي المونتاج. هذا الفيديو غيكون على اجاكسيو لا كورس. هاد لا كورس واحد الجزيره كاينه في فرنسا، ما يمكنش تقطع لها بالطوموبيل، ما كايناش الطريق كاع، جات وسط البحر. كاينه الطريق يا بالباطو يا بالطياره، وانا اختاريت الطياره. هنا كنت مشيت مع واحد صاحبتي ريفيه كنت عرفتها في اكس، مشينا عيدنا مع دارهم ساكنين تما، ولوغو ما ديتوش معايا، هربت عليه، مع كان اصلا غيكون خدام وما بغاش يمشي. نخليكم مع تتمه الفيديو. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشوفوا الجديد في وقته يدوزو يتابونا في الانستغرام. الانستغرام راه كنحط فيه فاش كنكون شي سفريه ولا شي حاجه، كنحط فيه يوميا لي ستوري، ولا كتكون شي حاجه اللي هكا نبارطاجيها راه كنحطها. اما بالنسبه للفيديوهات والمونتاج اليوتيوب من بعد حتى كتكون عندي الوقت، يعني ما كنحطش كل نهار بنهارو، حتى كنجلس ونجمع دوك الفيديوهات ونكون مساليه، ما عندي ما يدار، ما مشغوله، ما مسافره، ما ملاهيه في شي حاجه، وكنبدا المونتاج دقه دقه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو معلومات، اللي كيبغيو غير يتفرجوا في سفريات ويشوفوا الجديد، الكونت الانستغرام ديالي غادي تلقاوه في كاع الفيديوهات اللي كنحط في صندوق الوصف ولا في معلومات القناه، فافي لا ماجي دو موند نفس السميه ديال القناه. بالنسبه لهذا الفيديو غيكون على اجاكسيو. هاد اجاكسيو هي مدينه في لاكورس. لاكورس اللي هي جزيره كبيره بزاف كيف قلت لكم قبل، يعني ما كانش ممكن اننا ندوروها كامله في ديك المده القليله اللي دوزنا العيد، يعني درنا اجاكسيو وشويه النواحي ديالها. من مره اخرى ان شاء الله نمشي مع لوغو وندوروها مزيان. داز الصراحه اليامات زوينه تما، دازت مع الجماعه والعائله وداكشي اللي كان خصني نمشي حتى للمغرب باش نعيشو عشتو في فرنسا. نخليكم مع الفيديو ومع الفيديوهات اللي غيجيو من بعد. شكرا على المشاهده، وما تنساوش جيم وابوني باش يوصلكم الجديد. هنايا من بعد ما وصلنا هذا النهار الثاني مشينا بالطوبيس باش ننزلو للسونتر فيل، مع ماشي بعيد بزاف، غير ما كانت لا بوسيتو هذا وكاين معنا بنيه صغيره، قلنا نمشيو بالطوبيس حسن. هذا هو السونتر فيل ديال اجاكسيو، خليكم مع الفيديو. C'est un vrai Louis. C'est vrai? Pas bonne Inès. انا كيعجبوني هكا الاحياء المدن القدام فيهم، غنشوفو غير هكا لقطات وصافي، حتى من بعد ندورو شي نهار تكون نور تخليها لماما كنجيو حنا بخوتنا خفاف. Mama.
بحال سان تروبي فيها واحد هنايا. هذا البور الميناء اللي عندهم تما في اجاكسيو كيكون فيه واحد المارشي صغير ومن وراها عندهم هاد الدروج هكا كتطلعوا كتشوفوا اجاكسيو كامله بالفوق. اللي كان شاف الفيديو ديالي ديال سان تروبي قبل، سان تروبي فيها نفسها طلعه بحال هكا وكتشوف سان تروبي كامله من الفوق. شنو القصه ديال هذا؟ خاص يكون في الصباح تكون الشمس دابا. هذه كانت واحد التكنه عسكريه بحال القشله كنقولوا حنا قشله ايام نابليون بونابارت، وبقات هكا. هذا واحد التمثال ديال واحد من الجنرالات اللي كانوا تما، ومن وراها صافي ردوها ولات بحال الميوزي بحال المتحف وفابور، يعني كتدخل كدير واحد الجوله فيها. ولكن حنا دخلناش كانوا معنا داك النظار الصغار، قلنا حتى نهار اخر صافي نسينا تنعاودوا نرجعوا مره اخرى ان شاء الله. هاد الساحة في اجاكسيو سميتها بلاس ديامو، اللي فيها ستاتيو ديال نابليون بونابارت هو اللي الوسط فوق الحصان، ودوك اللي دايرين به ربعة الاخوة ديالو. هاد البلاصة عندهم معروفة هنا، يعني بحال الساحة كبيرة كيجيو يجلسو فيها الناس بوليداتهم وهذا، وكيكونو فيها فاش كيكون شي عيد وطني ولا شي احتفال ولا هذا كيديرو فيها، يعني معروفة كيقول لها بلاس ديامو، ومعروف فيها هاد الستاتيو ديال نابليون بونابارت مع الاخوة ديالو. وفيها بحال الكورنيش، يعني فاش كتطل من الفوق كتطلع على داك هكا، كيطلع الكورنيش كامل ديال البحر ديال اجاكسيو كتشوفو كامل هنا فين كاين دوك لي ريستو وداك الكازينو. هذا هنا غتكون سالات الجولة ديالنا، غادي نمشيو ندخلو فحالنا. هاد التران عندهم تما يصغيور كيدير غير المسافات القصار. خليتكم على خير، نتمنى يكون عجبكم الفيديو وبسلامة. غادي نعاود نحط فيديوهات اخرين على اجاكسيو هنايا في القناة، أتمنى يكون عجبكم الفيديو. سلامة.